في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بخنشلة بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببغاي من تفكيك شبكة خطيرة تروج المؤثرات العقلية بمختلف ولايات الوطن. العملية أسفرت عن تحديد هوية 4 مشتبه فيهم، تم توقيف منهم 2 وآخران في حالة فرار. العملية مكنت من حجز 209,955 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ميلي غرام ذات صنع أجنبي، وحجز سيارتين سياحيتين فاخرتين إضافة إلى بعض المحجوزات الأخرى المتعلقة بالجريمة. عملية البحث والتحري عن بقية أفراد شبكة متواصلة لتوقيفهم.